بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله درسنا هيكون عن الكسور العشرية الدائرية، وهو إن شاء الله درس سهل جدا. هنعرف يعني إيه كسور عشرية دائرية في الأول. الأول يعني إيه الكسر العشري الدائري؟ إيه هو الكسر العشري الدائري؟ إحنا عندنا طبعا في الكسور بتاعتنا في أعداد لما بتيجي بتتقسم على بعض بيطلع لنا أرقام لما لا نهاية. حوالي يعني الكسر العشري بتبقى أرقام لما لا نهاية. مثال على ذلك التلت. التلت بيساوي كام؟ يساوي علامة تلاتة 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 تلاتة. التلاتة دي ماشية إلى تلاتات إلى ما لا نهاية. دي بقى بنسميها كسر عشري دائري، اللي هو بيتكرر لما لا نهاية. وبيتكتب إزاي بقى؟ بيتكتب على الصورة تلاتة واحدة بس من عشرة وقدام وفوقيها نقطة. دي معناها تلاتة من عشرة دائر، أو دي معناها إن التلاتة دي هتتكرر كتير أوي أوي إلى ما لا نهاية ودائرية. وبرضك لو مثلا عندنا يبقى الرقم اللي فيه نقطة هو اللي بيتكرر. طب لو عندنا مثلا كده علامة، دي بتساوي كام؟ بتساوي السبعة بس هي اللي تتكرر، الواحد بس أول مرة بس مش هيتكرر تاني. سبعة 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 سبعة. طيب لو مثلا خمسة اتنين خمسة، دي فوقيها نقطة دي فوق نقطة وكده، ايه اللي هيتكرر؟ هيتكرر الخمسة والاتنين والخمسة عشان اللي في النص. يعني الرقمين دول وما بينهما دائر، يعني الرقمين دول هما اللي هيتكرروا وما بينهم. يعني هتبقى تتكتب مثلا خمسة اتنين خمسة، بعد كده خمسة اتنين خمسة، خمسة اتنين خمسة إلى ما لا نهاية، خمسة اتنين خمسة، خمسة اتنين خمسة. دي معناها كسر العشري الدائري. طب الكسور العشرية الدائرية دي ايه علاقتها بالمتتابعات؟ علاقتها بالمتتابعات ان احنا نقدر نحول الكسر العشري الدائري ده اللي هو اللي بيتكرر لما لا نهايه لكسر اعتيادي، نخليه حاجه على حاجه. يعني مثلا لو مدينا مثلا 3 من 10 دائر احنا نحولها لثلث. دي بقى بنحللها باستخدام المتتابعات الهندسيه. ازاي مثلا؟ هنعرف بس الطريقه دلوقتي. مثلا هيبقى مثلا عندنا 3 دائر، 3 من 10 دائر، عاوز نحولها لكسر اعتيادي، يعني حاجة على حاجة. هنعمل ايه؟ التلاتة من عشرة دائر دي الأول هنخليها هنفكها، يعني ايه؟ يعني هنخليها مثلا تلاتة 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 عادي طبيعتها، يعني تلاتة تلاتة اللي ما لا نهاية. بعد كده هنجمع هنحول المقدار ده كله لحاجات مجموعة مع بعض. تلاتة من عشرة زائد تلاتة من مية زائد تلاتة من ألف زائد تلاتة من عشرة آلاف وهكذا. 3 من 10 زائد 3 من 100 زائد 3 من 1000. هي دي الطريقة بتاعة ازاي نحول من كسر دائري لكسر اعتيادي، كسر عشري دائري لكسر اعتيادي زائد نقط 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 لما لا نهاية. ايه بقى بنستخدم المتابعات في ايه؟ بنلاحظ ان الحد ده والحد ده والعدد ده والعدد ده بيكونوا متتابعة هندسية، متتابعة هندسية وليست حسابية. عشان 3 من 100 على 3 من 10 بعشر، 3 من 1000 على 3 من 100 بعشر. يعني أي عدد على العدد اللي قبله بعدد برقم ثابت هو عشر، معناه إن بيكونوا متتابعة هندسية. يعني الأول الكسر العشري الدائري هو بيدولنا بنفكه، بعد كده بنجمع الحدود بتاعته، فبنلاحظ إن هي تطلع متتابعة هندسية. وده حدها الأول 3 من 10، والأساس بتاعها 3 من 100 3 من 10 بعشر. وهنقدر نجيب بقى مجموع عدد لا نهائي من متابعة هندسية تطبيق على الدرس اللي احنا خدناه قبل كده. يعني هنطبق يعني القانون بتاعه. عندنا أ ب3 من 10، والأساس اللي هو ر ب1 من 10. هنقدر بقى نجيب 3 من 10 دائر، اللي هو ده، ما ده أصلا مجموع الحاجات دي كلها 3 من 10 دائر بيكونوا متبعة هندسية. فهنجيب مجموعهم كلهم، عشان مجموعهم كلهم أصلا يساوي 3 من 10 دائر من الأول اللي احنا جايبينه. فكنا جبنا هنجيب بقى مجموع عدد لا نهائي من متبعة هندسية. بنجيبه إزاي؟ بالقانون بتاعه اللي هو ألف على واحد ناقص ر، ألف بتلاتة من عشرة على واحد ناقص ر بواحد من عشرة، هيساوي في الآخر تلت. ونقدر نجيب
نحول أي كسر تاني غير التلاتة من عشر دائري ونحوله صورة كسر اعتيادي. وبكده الدرس بتاعنا خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.